صباح النور البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ ذكرى مولد نبويه سعيده ان شاء الله، باش ما تمنيتو الله يدخلوا عليكم هذا النهار بالرزاق وبالصحه والسلامه وطول العمر. اليوم ان شاء الله ما غاديش ندوزو هذا النهار في الدار، عندي غادي عندي وجدان اليوم، غادي تنفذ الحكمه اللي حكمنا عليها كيف ما شفتوا في فيديو التحدي. وبما ان اليوم كيصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، فاقترحنا اننا نتجمعوا عند الفطور. بالحق ما غتكونش معنا غيزلان، غيزلان تلحق علينا بالعشيه ان شاء الله. وهكا قلنا كل وحده تصايب شي حاجه. انا هنايا هاد لي كيك هادو، هادي ديجا صايبتها معكم، دابا نخلي لكم لوليان ديالها. وهادي بسبوسه بالشوكولاته هي عندي، كتجي خطيره. هنايا عندي شويه ديال القريشلات وحلوه هكا صابلي. صافي هادشي اللي وجدت. انا دابا عاد لبست انا وبناتي، غادي نمشيو دابا ان شاء الله. انا في نورمالمون في الايام الاخرى في السنوات الماضيه ما كان احتفلوش بهاد الذكرى صراحه، لان عليها بزاف ديال الهضره. شي تيقول لك راه بدعه، شي تيقول لك لا راه عادي، شي تيقول لك لا حرام. المهم كل واحد شنو تيقول، لان تيقول لك هو نورمالمون ما معروفش تاريخ الميلاد ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، هو اللي معروف انه تزاد يوم الاثنين، يعني اش من اثنين في السنه ما عارفينش الناس، حتى واحد ما عارف. واللي معروف هو انه مات نهار 12 ربيع الاول، هذا هو التاريخ ديالو اللي معروف فقط. يعني كاين اللي تيقول لك راه اللي احتفلتي احتفل بيوم الوفاه ديالو، لان يوم الميلاد ما معروفش. صافي حنا تفاديا لهاد المشاكل درنا بالنقص مع العلم، ان النية أبلغ من العمل كيف ما تيقولوا. حنا حتى اللي احتفل أو اللي كيحتفل بعد النهار، فنيته ماشي كيحتفل بيوم الموت ديالو، وإنما كيحتفل بيوم الميلاد. وكاين عاوتاني تيقولك أصلا لو كان هذا النهار هذا كان احتفال، لو كان زعما الصحابة هما الأولين غادي يحتفلوا به، ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان داروا يوم عيد وكان أمر باش الناس يحتفلوا به. فتفاديا لهاد الهضره كامله احنا درنا بالناقص من الاحتفال به، وكنحسبوه يوم كسائر الايام، واخا هو يوم اللي معروف هو يوم وفاه الرسول. كاين اللي كيصوم كل واحد وكي كيدوز هاد النهار. احنا نيتنا بعيده كل البعد على البدع والشرك بالله، فنيتنا هو نتجمعوا ونبدلوا الجو هذا فقط. يلا هالبنات غادي نمشي، لان تعطلت عليها شويه دونس. يلا يلا نوصل عندها، نمشي ولا نطرق واحد صاحبتي عاد نمشي عندها ان شاء الله. وانا البنات جيت عند خالتي وجدان، فطورنا ها هو وجد الفطور ديالو لي صباح مخيم. المهم البروغرام جا في اخر لحظه. صورتي هاد الكيكه؟ صورتها. هادي راه تلقاوها، المهم تلقاوها عند وجدان. هادي اوكله ديال خالتي ديال المنطقه ديالهم، محمصه بالحليب والزبده والعسل. محمصه هي خالتي وجدان. السلام، دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، تبارك الله لكم الصحه والسلامه. واش تمنيتوا يا ربي؟ حنا اليوم اللي عنده وجدان. مرحبا بكم على البركه. اليوم الحكمه ثلاث ايام وتوحشنا. يا اختي من البارح اليوم ويلي ويلي خصتنا شي حاجه. ماشي ساعه توحشنا بعضياتنا. لا وماشي بيفي دغيا لفدنا الحكمه، ما فيناش اللي يتسنى. لا المهم حنا الحكمه ديالها سور بلاص تفيشات. توحشنا. المهم كنتمنى البنات تكونوا بخير. مرحبا بكم ومرحبا بجيجيتها في جيجيتها ولات اختي. ربي يخليك لالا. اي وقت والله الا شنو نقول لكم، يعني واحد البليسه زوينه ما تمنيتها اي وحده فيكم تكون معنا يا ربي. المهم عواشكم مبروك، الله يدخل لكم الصحه والسلامه ان شاء الله. باش ما تمنيتو وهذا هو فطورنا شي اللي قسم الله. الحمد لله ان شاء الله تقضيو معنا وقيته زوينه ان شاء الله يا ربي. ايوا كيما شفتوا البنات، راه حنا البارح كنا في التقيام، جينا صبحنا اليوم على وجدان. راه هي توحشنا الصراحه، ياك هي توحشنا. هو هذا كاين الحب الحقيقي. تفرقي عليهم وتوحشوك سير بلاص. لا معاك انا البارح بالسلامه بنيتي، قالوا لك كلشي بالسلامه، اليوم الصباح فقط لقاتنا حدا. لا خصوصا راجله واش قال لي بالسلامه؟ قال لي انا بالسلامه. صافي بالسلامه، صافي فوق الصباح وكهرباء. تبارك الله عليكم. كيما شفتوا اليوم ما شاء الله البنينه، الحكمه اللي حكمنا على وجدان. اليوم عرفتي كاينين باش حكمنا عليها؟ الرفيسه. الرفيسه ما شاء الله تبارك الله. خالتي الحرقة. داكشي باش حكمنا على وجدان، وفات بالوعد ديالها. حنا جينا دغيا. لا دابا اللي كيعجبك، حنا راه مجموعين
وكان خططوا للجمعة الأخرى اللي جاية. فيه أختي الله يخلينا ديما مجموعين. شوف بلاص فيه فيه. ما تنساوش شي فيديوهات راه حنا درناهم لكم في التخيام. إن شاء الله غادي يعجبكم. الصراحة. نتمنوا يكونوا عجبوكم. شوفوا أنا غتكون غنكونوا حطيناهم. الفيديو غنكونوا حطينا كلشي إن شاء الله. وأنا شوف لو بغيتو تعجبكم فيديو ما تبغيتو تخيموا راه حنا مرحبا وألف مرحبا. الرباعي. خصنا غير غزلان. الرباعي. واليوم معنا الصديقة ديال جيهان نعمة وشتبان. صباحكم مبروك ومرحبا بها وألف مرحبا. الله يطول وراء الشاشة الاستعداد باش تبان في الشاشة كتحشمها ان شاء الله. ها هي كدير بروغرام الساعة صدق لها غنزغرت انايا. صلاة وسلام على رسول الله الى جاي الى جا سيدنا محمد الله ومعاه الجلالي. تعبير على الفرحة أنك معنا صح؟ باعكم تعبير تعبير مباشر في بروغرام فالصو. صباحكم مبروك للجميع. يلا بديتي مازال ما كملتي معنا العشية غنمشي ندي فوليا إن شاء الله. فورماتيا كبو أتاي الجمعة أحسن. والبنات من بعد ما فطرنا خالتي وجمعنا اكيد واحد شويه وضحكنا مع خالتي. شوفوا دابا راه مطمر علينا راه المعقول ندير المعقول دابا دابا في المعقول دابا انا واه ما كتهضرش بوحدو والخدمه بوحدها ياك. لا لا خالتي حليمه الله يعطيها الخير هي اللي كي قلنا لكم هي اللي غدي لينا رفيسه كلشي في ميزون. قلنا ليها عاودتي غير نشرو المسمن على برا ما كاينش تعذبي. قالت لكم عيب عندها هي تشري المسمن والحيه على وجه الارض. قالت لك عيب لا يمكن. لا قالت لك يا رفيسه خاصها دير دواء اسيد في الدار داكشي يكون دار. شوفي المسمن ها شوف. لا الله يعطيك الصحه مروق رقيق فعلا بصح. ها نتوما البنات شتيها ورقه ورقه ها جاي رقيق سيكون رقيق باش حتى لا سكال كانت كتبان يدك. ها دير يدك تتبان فعلا. واخا البنات تحركت ماشي مشكل. الله يعطيك الصحه والله غير سمحي لينا ماشي مشكل. مرحبا والف مرحبا حتى اللي يجي يدوزوا معنا هذا المناسبه المباركه. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. امين يا ربي. مجموعين في الخير كنضحكوا كنشطوا كنفوجوا. دابا راه جالسين تتقول لنا ضحكوا وديروا. كنقول لها لا تجي ما بغينا نديروا حتى حاجه بلا بها. كتقول لنا هي ديك اسميتها ديالهم. الا ما كنتش انا ما كيتجمعش الدجاج راه طابح حيداتو. هادي راه مريقه واحد الريحه ديال المسخن ياك اللي طالعه. واو المسخن السمن رفيسه الا ما كانش صح حتى انا عزيز عليا رفيسه بهذا. ما كنديرش فيها العدس السمن. انت ما كنتيش العدس. ما كنديرش فيها العدس ندير الثومه وداك الشيء سميتو ديالها. علاش حيت الرفيسه مع العدس والمسمن مع كاين فخ تتاكليها كضرك دغيا. هذه باش تكون خفيفه. والله يعطيك الخير. نحطو صوصه باش نحمرو التفايه ديالنا وجدها حتى هي ايوا الحمد لله. المهم فاش غادي تجي مغزل انا خدامه. لا لا وعرفتي شنو مع الصالون عند غزلان عند وجدان مشيت لغزلان عندها ديك الرخامه راه كتلح مسمنة وتجي تطلع لينا تما تجمع معنا شويه وترجع راه واخا هكاك تجي تتحركنا ضحكنا وترجع. والله ما كرهتش نصور لكم الاجواء الصباح راه لو كان شويه تما على ضحك. ان شاء الله نصوروا اليوم نصوروا لكم شويه ما خشاي غير تسالي حيت كاين شي حاجه كنبارطاجيوها ونضحكوا مجموعين شي حاجه كتبقى بيناتنا كيما كتعرفوا راه واخا هكاك راه لي فيديو او لا يوتيوب بصفه عامه راه ما كنبارطاجيوش معكم حياتنا 24 ساعه على 24 ساعه. كاينه حياتنا الشخصيه راه حتى في هكا في الجمايع راه ما كنبارطاجيوش معكم كلشي. شي حاجه كنبارطاجيوها شي حاجه كتبقى لينا هكا باش عاوتاني ما نخليوش يوتيوب يطغى على حياتنا وما فهمتي كيبقى مربوطه ب 24 ساعه على 24 ساعه. وحتى ملي كنا في التخيام راه هي انا بعدا هما البنات مشاو من نهار الاثنين انا خلطت عليهم الخميس والجمعه والسبت وراه كما غتشوفوا راه صورت لكم غير فيديو واحد. علاش باش ليام الاخرين خليناها لينا حنا عشناها حنايا وضحكنا فيها وتصرفنا فيها بعفويه. ما كنبغيوش نخليو يوتيوب
طاغي على حياتنا ومتحكم في حياتنا، حنا اللي كنتحكموا فيه. الوقت اللي بغينا كندخلوه ندخلوه، الوقت اللي ما بغيناش ندخلوه راه كنخلوه. عمركم شفتي شي واحد قال لك يضحك تضربوه؟ والله العظيم انا كنقول لها عرفتي دوك العظام مورا مورا ودنيا، والله العظيم الا قتلوني وكلشي كنحس بحال شدني فيها الكلاكاش. كنقول لها العار خالتي حليمه بركه بركه، دارت لنا زعما الثيرابي هي في البحر. والله وانتم اصلا علاش جيتو؟ خصنا نبقاو نخلصوها خلاص للبسيكولوج. عرفتي البنات اش قالت لينا من اليوم ديال الفيديو؟ قالت لينا شنو نتوما كنصور معكم الفيديوهات وتتلحوهم في اليوتيوب، نتوما كتربحوا فيهم الفلوس وانا خدامه فابور. نتوما تشوفوا ولكن ما تبدا تجي لينا قاروضه. لا غادي لكم قاروضه. قالت لينا نبدا ندير لكم قاروضه صافي. انا ملي غاتفهم ما تفرجوا في التحدي وغاتفهموا الحكايه ديال القاروضه هذيك بوحدها. زعما شي حاجه درنا لكم المشاهدين؟ راه المشكلة حتى حنايا خليتينا تنقولوها. دابا المشكلة أن الفيديو درناه وكتفرجوا فيه دابا وحق الله راه مازال هاد اللقطة هادي فاش كنصور معاكم الفيديو راه مازال ما حطيناش، مازال وما درنا ليه المونتاج، ويوميا كنشوف دوك كنترجو فيه كنموت بالضحك اننا عاودنا صورناه. والله زعما جا داكشي تلقائي، ما كان لا تصنع في الفيديو لا والو. لا والزوينه هي قالت لي خرج دابا هذا المروخه مروخه دابا ملي كنصورو مع الاضاءه كيمشي. دابا ملي كنصورو الفيديو لا جات حدايا مروخه قرداتي هي اللي كتفرجو لقيت راسي وانا اللي عندها رجلين الفيديو كامل وانا تناكل. هي ماشي جات حداها، لا عندك هي اللي جابتها حداها فيديو كامل الا ما كليت مروخه ناكل بس ليا. قالت لي تعزعك داك الشوكولاط حلفات، قالت لك مروخه تنزل من السماء. يا ودي هاك يا ملكه هاك ينسلي والو. قالت لك هي مروخه وجدان وجدان جات ما بيتش نشد عليكم مع ما دايراش الفولار. ما بيتش نشد عليكم. الله واحد الريحه يا الناس باش نهزكم. والله ما شاء الله عليها. شوفي انت كتقول لها الله يعطيك الصحه تمشي تجيبو عند لامباركا باش ديروا بحال هكا. تبارك الله عليك لا يعطيك الصحه خالتي. لا خليك لي ليك لي انتوما اللي عجبتكم. كنهضروا اليوم على التحدي قلنا اليوم. لا قلنا اليوم لدابا كنتفرجوا فيه كنموتوا بالضحك. قلت لهم على الماكله، قلت لهم الفيديو كامل ولا كناكل. انت خلاص هادي حطي واحد الحبكيه ديال ماروخه قلت لها جينا فين داك قلت لها فين داك قلت لها ماروخه جات عندها جات عندها لقينا ماروخه سالات شكون كلاها؟ لا ما رديتوش ليها البال حتى دابا باش كنتفرجوا. باش كنقرد لكم ساعتي قرتينا هي ما نخليكش تقولي لي مروه. يلاه البنات نخلي خالتي حليمه تكمل سميتو فاش توجد ان شاء الله الكسيعه ديال الرفيصه راه نصورها لكم ان شاء الله. ايوا البنات ها هي كسريه ديال الرفيصه اللي صايبات خالتي الله يعطيها الصحه. هانتوما زيناتها مع العلم انها كدير فيها واحد الكاشير ولكن ما خليناهاش ديرو باش تجي تجلس معنا، لان الا جات تصايبو تما بقينا وحنايا جالسين بحال مقطوع لينا الراس. واخا ضحكين وهذا ولكن بلا بها سبحان الله. كتقول لينا ومالكم ما كتضحكوا؟ كنقولوا لها لا تجي تجي ونضحكوا. الله يعطيك الصحه خالتي وسمحوا لينا البنات اللي شهينا تسمح لينا. ربي تسمح لينا منكم. هذا بلول كدير فيه المسخان وراس الحانوت. هذا كيتشرب ولا كتسقي به؟ لا ضروري تشربي هذا الزقبيه. كتشربيه ياك؟ اسميتو الزقبيه. الزقبيه الزقبيه زعما تشربيه. المصطلح اول هذا البلول حتى خرجت فيه المسخ مزيان باش تشربوه زعما مزيان كل شيء. لا دام بصراحة هاد القضية أول مرة نحضر لها في شي رفيصة. هاي غزلان الصباح ملي صورت ما عاد جات لقاتنا بدينا الفطور بالحق راه فطرات معنا مازال. لحقات البنات لاباس عليكم كلشي بخير؟ يا الجوع ما تديوش عليه راه واخا واصلكم مبروك على دخل عليكم هاد العواش بالصحة ولهنا وراحة البال ان شاء الله. امين. وحنا تجمعنا ثاني وشكرا على الناس اللي جاوني من عند شيان كنشكركم بزاف. مرحبا بكم عندي في القناة. دوقي نجربو انا نزكب ليكم ونرد عليكم الخبار. سيري كاع فرحانة وجدان دوخني البنات غزال ما شاء الله عليك. صحتك بصحتك وهي وجدان ما معاكيني البنات. انا قلت لكم كان قال لك نحطوا
محطوكس راه تيقول لك مازال محطوكس. انا دابا كنحس براسي في دو وخان جيتي مجوعه عندك الشهاشه مقصريه وخان غتشهاو غتشهاو مصبح لينا ملي كتقول والله اللي كتحب مسكينه نعمه جرينا عليها صاحبتي ما كتبيش تبان في اليوتيوب كتهرب يلا ها البنات هي شي قالت لي انا شايفه مقصريه بنا غير صوتك يلا هالبنات نخليوكم دابا نمشيو ان شاء الله تناكلو ونعاودو نتلاقاو. هنا من بعد ما خرجت من عند وجدان بطبيعه الحال غتشوفوا عند غزلان داك النهار صادف عيد ميلاد ديال عريج ودرنا لها مفاجاه جبنا لها حليوه وفرحناها لان وجدان مازال غتجي لها لانيفيرسير داكشي علاش حنايا بغات غير توجد مع تلاقى لها مع البحر وهذا صافي ان شاء الله قالت لينا من بعد فاش توجد عاد غديروا وحنايا اتفقنا حنا وخالتي حليمه وجبنا لها حليوه ودرنا لها كمفاجاه فرحناها. من بعد ما خرجنا دزت عند واحد السيد كاين حدايا كيجيب هكا المعان وهذا وكيجيب لي زارتيكل ديال اكسيون حويجات ديال بري مارك ديكورات وكان مدخل ديكورات غزالين. انا حاولت نصور لكم هكا مقتطفات من الحويجات اللي عنده سورتو هاد الديكورات هادو خارجين جداد كيف ما كتشوفوا هادو حمقوني انا هاد لي بريزونطوار هادو هكا فيهم حتى دي بلاطو كنت شفتهم عند سلمى باي سلمتي لان بدلات سميه ديال لاشين مازال كتلف ليا شويه. ها نتوما هنايا حاولت نوريكم لي زارتيكل ديال الدي ام حتى هما كيجيبهم. المهم عنده اي حاجه بغيتو هنايا بيجامات ديال بخي مارك زوينين عنده لي طاي عنده الاس والال والام والاكس ال وعنده حتى ديال البنيتات الصغار. ها هما حاولت هكا نوري لكم الموديل كيفاش كيجي هاد الباربوتوز. هنا عنده حويجات ديال الخروج عنده بيجامات المهم كيجيب بزاف سلعت الالمان عندو كذلك المهم عندو فرنسا اسبانيا المهم لي مارك لي باينين بري مارك اكسيون اش ام عندو كذلك هنايا هاد لي غرين هادو راه غنبارطاجيهم نيت معكم زوينين. عندو الكينوا بالنسبه للبنات اللي كيسولوني ديما على الكينوا راه كاين البنات. انا دخلت جيت باش نبارطاجي معكم شنو خديت عند السيد اللي كنت عندو. اول حاجه خديتها هما هاد لي غرين هاد الزريعه كنبغيها على حساب لي سلطه كتجي خطيره معهم سورتو مع الكينوا وهذا كتجي زوينه. هادي خديتها بلو بري ديال 25 درهم. خديت هاد اللعيبات هادو هاد لي مول ديال البيض نورمالمون كتسقي البيضه كتنقيها وهي سخونه كديريها في هاد لي مول هادو وكتبريسيها كتسدي عليها فيه وكتاخذ لا فورم ديالو. خديت هكا ايطوال وهذا القليب هذا فوالا هانتوما كيف ما باين هنايا شفتو السلطة كياخذ لا فورم ديالو. صراحه خديت غير هاد لي كارديت لما عجبوني ولكن نشوف على حساب لي بخي باش هو المول ديال البيض ب 13 درهم هادوك لي غرين ب 30 درهم هادوك ماشي 25 30. وخديت هذا خطير ديال التليفون نوريكم اكزاكت باش ما كنصوري بالتليفون. ها نتوما هو نورمالمون سيبور ديال التليفون شفتوه سواء كتحطوه هكا بالطول سوا بالعرض. هذا داير غير 8 درهم فيه اللوان. انا خديت البيض جربت فيه تليفوني واخا تليفوني كبير جا فيه هو هذاك جا غزال صراحه سورتو هكا ملي كنكون كنتفرج في الكوزينه براتيك نحطو حدايا وانا مساليه شغالي وميم طون راهو مشدود لان كنت غير ديما خصني شي حاجه باش نقبطو باش ما يزلقش. ايوا صافي هنايا البنات غادي نقول لكم بسلامه خليت لكم راحه البال نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.